بسم الله قبل كل شيء. اسمي زكي بوغازا، مدينة قصر كبير، كنسمي النادي الرياضي القصري. المدرب هو حسن طيارة. الحمد لله تشريف كبير فهاد الحلبة المطاطية، كانت من أحسن الحلبات اللي شفتها في كل السباقات. الحمد لله مدينة العرائش بقات كتقدم بفات العدو الريفي، وكنشكر المنظمين ديال هاد الحلبة، تنظيم رائع، أحسن من التنظيم اللي شفتو بالدورات. وكيفاش جرى السباق ديال المسنين؟ يعني من حيث المنافسة ومن حيث الظروف اللي جرى فيها؟ كانت منافسة قوية، وكان سباق رائع، الإخوان كانوا في أتم الاستعداد الحمد لله، رغم الحرارة. وحتى الرتبة الأولى في مدينة أزيدة، ودابا الحمد لله كنحصل المرتبة الأولى في مدينة العرائش. الحمد لله كان شرف لي كبير أن أحضر هذا اللقاء، وشكرا وألف شكر لكم.